عشر سنوات على ثورة 30 يونيو تحققت فيها الأحلام المستحيلة. تطوير الخدمات الإلكترونية، كانت الإجراءات الحكومية تمثل مشقة ورحلة عذاب، وظلت بيانات المصريين أسيرة لدفاتر قديمة متآكلة. وكان الفرق بين دولة كبيرة مثل مصر ودول العالم في الخدمات الإلكترونية شاسعاً. انتهت رحلة العذاب داخل متاهة الروتين بعد بناء مشروع البنية المعلوماتية المكانية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليصل عدد المسجلين على مصر الرقمية 6.5 مليون مواطن قاموا بعمل 28 مليون معاملة. بعد 5 سنوات من الجهد الجبار، أصبحت الشبكة الحكومية المغلقة تربط بين 33,000 مبنى حكومي على مستوى الجمهورية، وبدأ تقديم 165 خدمة حكومية للمواطنين جار زيادتها. الاستثمارات التي ضختها الدولة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أتت بثمارها، فأصبح القطاع الأعلى نمواً بمعدل 16.7%، فزادت الصادرات الرقمية المصرية إلى نحو 5 مليارات دولار. الآن أصبح بالإمكان ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل والمستشفيات الجامعية والتعليم العالي ورقمنة الحيازة الزراعية والكرت الذكي للفلاح وإدارة أملاك الدولة والرقم القومي للعقارات. وقريباً جداً ستدمج تقنية التوقيع الإلكترونية مع مختلف التطبيقات الإلكترونية في الجهات الحكومية والتوثيق والأحوال الشخصية وترخيص الشركات. سيكون الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة بمثابة نقلة نوعية في الأداء الحكومي، لتصبح حكومة رقمية تشاركية لا ورقية، خاصة بعد الانتهاء من بناء الشبكة الرقمية المحصنة على عمق 15 متراً تحت الأرض. دولة العدالة، دولة 30 يونيو، لم تنسى حق مواطني قرى مبادرة حياة كريمة في الحصول على إنترنت فائق السرعة والتدريب على علوم البيانات والتسويق الرقمية بتكلفة 30 مليار جنيه. اللي اتعمل ده يمكن هيقعدنا 100 سنة قدام إن احنا فخورين بيه.